وينضم الينا هاتفيا الاستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. بعد التحيه لك استاذ صلاح. اذا يعني اليوم الاول انتهى الا من بعض اللجان التي ما زال يتواجد بها ناخبون، يعني وقد صرح ايضا يعني صراحه الهيئه الوطنيه للانتخابات بانه لن تغلق اي لجنه قبل خروج اخر ناخب منها. يعني مما شاهدناه في اليوم الاول للانتخابات الرئاسيه اقبال كبير للغايه يمكن في كل اللجان التي رصدناها، كيف رصدت أنت الأمر في أول يوم؟ طبعا هو اليوم الأول للانتخابات الرئاسية كان يوم مشهود، يوم معبر للغاية، إقبال شديد، إقبال كثيف من جانب جماهير الشعب المصري الذين خرجوا عن بكرة أبيهم للتعبير عن انتمائهم لهذا الوطن الحبيب بعيدا عن يعني أي نوازع باستثناء حب وانتماء لهذا الشعب العظيم. أعتقد أنه اليوم كان يوم رائع بكل المقاييس، إقبال شديد من كافة المواطنين. شاهدنا جميعا في كل المراكز الانتخابية أكثر من 9376 مركز انتخابي وزعوا على 11963 لجنة اقتراع. كان الإقبال شديدا للغاية، إقبال يعني منقطع النظير. لم نتخيل أن يكون الإقبال حتى يعني في الانتخابات الرئاسية التي كانت تتسم بنوع من الإقبال، لكن هذا الإقبال كان ينم عن وعي شديد من جانب المواطن المصري بأهمية هذا الاستحقاق الرئاسي في هذه الظروف، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. أعتقد أن الشعب المصري قال كلمته في اليوم الأول، وأن هذا الشعور سيمتد خلال اليومين غدا وبعد غد. يعني أعتقد أنه يعني اليوم كان بالفعل هناك إحساس جارف بالانتماء وإحساس جارف بالوطنية وشعور من جانب المواطن المصري بأن وطنه يناديه. فأعتقد أنه الاصطفاف قبل موعد فتح أبواب الاقتراع بأكثر من ساعة يدل على أهمية هذا الاستحقاق وشعور المواطن المصري بعظم هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه بالفعل لبى نداء الوطن في اليوم الأول. وأعتقد أن هناك بعض اللجان التي ما زالت داخلها بعض المشاركين في العملية الانتخابية، والتي مدها القضاء حتى يتم يعني التصويت بكامل الموجودين داخل. يمكن في هذه النقطة أستاذ صلاح، يعني دائما التصويت بكثافة يكون في آخر يوم من أيام الانتخابات الرئاسية، ولكن هذه الكثافة بدأت اليوم. يعني عندما نسمع عن مد فترة يعني لجان الاقتراع حتى آخر ناخب نسمعها دائما في آخر يوم، ولكن هذا الأمر بدأ اليوم. بالضبط، لأنه أولا الشعور بعد فترة الاستراحة كان هناك يعني بعض المواطنين الذين لم يكن لديهم علم بأن هناك فترة استراحة وتوجهوا إلى لجان الاقتراع، لكن كان القضاة المشرفين على العملية الانتخابية يعني أخذوا قسطا من الراحة مدته ساعة. فأعتقد أنه المواطنين الذين توجهوا إلى اللجان لم يغادروها واصطفوا يعني أمام اللجان انتظارا لفتح باب الاقتراع مرة ثانية، وبالفعل يعني أدوا دورهم لانتخابي والمسؤولية الوطنية وحقهم الدستوري في التعبير عن إرادتهم بدون أي تدخل من أي شخص. فأعتقد أنه الآن في ظل وجود 15,000 قاضي يشرفون على هذه العملية وينظمونها بشكل دقيق وبشكل يعني شفاف، أعتقد أنه اليوم حتى تم اكتشاف يعني إحدى الناخبات وأعلن اللجنة العامة أنه تم اكتشاف إحدى الناخبات التي صوتت في الخارج ثم يعني صوتت في الداخل وتم إلغاء صوتها. ده دليل على يعني نوع من الشفافية والنزاهة الكاملة في العملية الانتخابية. أعتقد أنه العملية يعني أولا مشهود للقضاء المصريين بالنزاهة والشفافية والحرص على أن تكون العملية شفافة وأن يتسم الأداء بالروعة التي شاهدناها هذا اليوم. فأعتقد انه يعني
يعني الإشراف من جانب قضاة مصر العظام والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة دليل على أولا الرغبة في أن تخرج هذه العملية بشكل شفاف وبشكل محايد تماما. أعتقد أنه يعني الإشراف من جانب أو المتابعة من جانب 14 منظمة دولية يعني سمح لها بمتابعة هذه العملية الانتخابية لجانب 62 منظمة مجتمع مدني محلي. أعتقد أنه يعني هذا دليل آخر على أنه هناك شفافية وهناك حرص على أن تتم هذه العملية بالنزاهة والحيادية. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.